تفتكر مين من المدافعين، مين من المهاجمين، مين اللعيب اللي كان بيلفت نظرك في الأجيال اللي لعبت ضدها؟ الحقيقة الحقيقة أنا معناتها من أكثر اللاعبين أنت فاكره هو وائل جمعة، لأنه طبعا مدافع كان حقيقة لأنه من غلبوا أفضل علينا، غلبوا المدافعين. علينا معناتها. نحن كانت ديما التوا ما زال معناتها ما بين الأهلي والترجي ديما فما معناتها تنافس كبير ياسر، خاصة أكيد في كأس، في بطولة أفريقيا أو في الفريق القومي يعني مصر وتونس، وإحنا معناتها نفس الجيل يعني نوعا ما، يعني كل ما نلعب ضد مصر وائل جمعة موجود يعني. وفي مقابلات هو انتصر فيهم، في مقابلات نحن انتصرنا فيهم. الحقيقة ممكن أنا يعني لعبت يعني مقابلات ضد حتى جيل قبل وائل جمعة، وفيه يعني هاني رمزي، نحكي على هاني رمزي يعني لعبت ضده أكيد وهو في آخر يعني الكارير بتاعه في الفريق القومي. وضمن من الحاجات اللي تخليك يعني كي تشوفهم ولا تقابلهم في محافل كيما مثلا كأس العالم الأخرانية، تعتبر روحك يعني من العباد اللي الحقيقة معناتها عملت اتشيفمنت، نقول معناتها تلعب ضد لاعبين اللي لما اساميهم تتذكر يعني العباد توقر نوعا ما. السؤال الأخير، محمد صلاح بيؤدي مع ليفربول رغم صعوبة المنافسة في الوقت الحالي على لقب الهداف مع هالاند، فرق طبعا يعني هالاند خارق، لكن محمد صلاح بيواصل تقديم مستويات رائعة وموجود مع ليفربول مستمر، هل تتوقع أنه محمد صلاح يستمر لحتى نهاية الكارير بتاعه مع ليفربول، ولا أنه ممكن يكون عنده خطوة أخرى بعد ليفربول، مش بالضرورة في نهاية الموسم الحالي لكن مستقبلا؟ الحقيقة ترجع دائما ل يعني الديسيجن محمد صلاح، القرار نتاعو هو شنو، يعني الحلم نتاعو. بالنسبة لي انا، هو محمد صلاح عمره 30 سنة ده، يعني كمهاجم 30 سنة ممكن معناتها بدا يحضر يعني في النهاية نتاعو، بالرغم اللي هو يعني لاعب محترف ونصور يلعب يعني السن متقدم كما شفنا توا، ما فيش يعني ما فيش حدود يعني. كريستيانو رونالدو عمره 38 إبراهيموفيتش سنة يعني ما فيش. محمد صلاح حسب ما نعرف لاعب محترف معناتها بتم معنى الكلمة، وقاعد يعني قاعد يعني أكد في هذا. أنا قريت وسمعت، قريت بعض يعني التقارير وسمعت يعني محمد صلاح هو من حلمه يكون ليجند في 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 ليفربول، يعني أكيد ليفربول من الفرق الكبرى يعني في اوروبا بصفه عامه. واذا اذا اذا لاعب عربي مسلم وافريقي يعني يوصل للمرتبه اللي يوصل لها محمد صلاح، علاش لا؟ لانه تحب ولا تكره اذا تكتب التاريخ يقعد، ما تنجمش تبدله نهار اخر. أكيد وانا يعني وانا يعني نساند محمد صلاح باش يكتب اكثر ما يمكن التاريخ في ليفربول، بالرغم انه في نوعا ما حبينا محمد صلاح يخرج يمشي الفريق اخر، مثل سمعنا يعني مثل ما سمعنا في ريال مدريد. ولكن بالنسبه لي انا الهدف هذايا اكيد اكيد نطمحوا له، يعني مع لاعبين مثل محمد صلاح الهدف يكون يعني يكتب التاريخ ويكون معناتها من الاساطير اللي باش تصعب يعني تكسر الرقم نتاعو. علاش ليه؟ لانه الحقيقه حان الوقت بالنسبه لنا احنا كافريقيا وكعرب بصفه عامه ناكدوا يعني رواحنا في البطولات هذه، لا مش لاعبين كهو يعني حتى مدربين. علاش ليه؟ لانه الفارق بدا ينقص، ناقص شويه يعني بالطبع يعني تطوير، ولكن بدا يظهر يعني في كثير من المستويات.